مشاهدينا للحديث أكثر عن التقرير الدوري الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني. السلام عليكم دكتور. حياكم الله أخي الكريم، أهلا بكم. ما هي أبرز المحطات التي تطرق إليها التقرير السياسي للقسم السياسي في هذا اليوم؟ بداية، التقرير هو دوري ويتناول أهم ما يجري في العراق من أحداث سياسية واقتصادية وأمور أخرى، والتقرير اليوم تناول الجانب السياسي، أهم القضايا السياسية، وتناول أيضا الجانب الأمني والقصور الأمني من عدة نواحي، وأيضا تناول جانب الانتهاكات، انتهاك ممارس في العراق ضد العراقيين من قبل الحكومات أو العناصر الأمنية ومن قبل الأحزاب والميليشيات، وأيضا تناول ملف التهجير القسري، وأيضا تناول الفساد المستشري في العراق وأبرز ما جرى خلال هذا الشهر. زيارة رئيس الحكومة لعدة دول خلال الفترة القصيرة التي تولى خلالها المسؤولية تم وصفها في التقرير بالشكلية، يعني لو تحدثنا أكثر. حقيقة أول تحرك كان لمحمد شياع السوداني بعد أن سلم رئاسة الحكومة هو أنه بدأ بالزيارات لبعض الدول العربية، والحقيقة هذه الزيارات كما وصفها التقرير اليوم هي زيارات شكلية، لا ليست لها نتائج ملموسة أو آثار على المستوى البعيد أو القريب، لأنها كانت فقط من أجل أخذ الاعتراف بهذه الحكومة. ولكن إذا قسنا هذه النتائج وهذه الزيارات مع الزيارة التي تمت لإيران سنجد أن هناك فوارق كبيرة جدا في هذه الزيارات، لأن زيارة إيران كانت واضحة أنها زيارة حكومة تريد شكر سادتها وقادتها ومن جاءوا بها، تريد شكر خامنئي ونظام الملالي في طهران لأنهم هم من أتوا بها، ولذلك كانت هناك نتائج ملموسة وآثار على تلك الزيارة بخلاف الزيارة للدول العربية التي لم يخرج منها أي شيء. ففي بغداد تم فتح مكاتب تمثيل لوزارة النفط الإيرانية في بغداد أثر هذه الزيارة، في أيضا سلم لإيران 2 مليار دولار خلال فترة أول بداية استلام السوداني للسلطة. أيضا كانت هناك تصريحات واضحة من السوداني بالإذعان لأوامر طهران عندما وجهه خامنئي بأن عليه أن يبسط نفوذه على كردستان العراق، فكانت هناك نتائج ملموسة واضحة كلها تشير على أن العراق الآن مقبل على أن يكون ولاية أو محافظة تابعة لولاية الفقيه لإيران. إذن الزيارات التي كانت في الدول المجاورة وغير المجاورة لم تأتي بجديد إلى العراق على عكس الزيارة التي كانت لإيران. طبعاً نعم، لا ليست هناك نتائج ملموسة، وأصلاً هي الزيارة أتت من أجل أن الزيارات عفواً هي أتت لأن يعترف بهذه الحكومة. وإلا فإن المحيط العربي متأثر سلبياً من العراق سواء على المستوى الأمني، سواء على مستوى الإرهاب، سواء على مستوى نشر المخدرات وترويج المخدرات ودخول المخدرات إلى البلدان العربية من خلال العراق. فإذا الدول العربية مرغمة على قبول زيارة محمد شياع السوداني بأوامر أمريكية، وأيضا حكومة العراق أيضا هي لا تدعم ولا ليس لها أهداف ومشاريع استراتيجية مع الدول العربية، وإنما هدفها واستراتيجياتها كلها مرتبطة بالمشروع الإيراني. طيب هنا كيف تقرأ تحميل الحكومة الحالية المحسوبة على المالكي كل ما جرى من جرائم وانتهاكات وسرقات تحملها على الحكومة السابقة؟ بطبيعة الحال المالكي الآن هو الذي كان يسيطر على ما تسمى الدولة العميقة خلال سنوات الحكومات الماضية، سواء حكومة مصطفى الكاظمي أو التي قبلها التي هي مدار سنة كاملة لعادل عبد المهدي. ولكن لم يكن المالكي مرتاحا كثيرا في خلال حكومة مصطفى الكاظمي، وكانت هناك مشاحنات ما بينهم وبين الميليشيات، وقدم الكاظمي كثير من التنازلات للميليشيات وفتح لها أبواب الفساد كلها، وفتح لها أبواب التغلغل في مؤسسات الدولة من أجل
أن يحصل بتجديد ولاية ثانية لمصطفى الكاظم، ولكن كل ذلك لم يرضي هذه الميليشيات ونوري المالكي، ومما جعل بعد اختيار محمد الشياع السوداني الذي هو أحد أدوات نوري المالكي لزمام السلطة، حملت جميع الملفات سواء الانتهاكات سواء الفساد، ومنها جريمة ما تسميت بجريمة العصر، سرقة 3 مليار دولار، حملت لحكومة الكاظم. والحقيقة هم كلهم مشتركون في هذه الجرائم، وليست حكومة مصطفى الكاظم هي المسؤولة، وإنما الجميع هم مسؤولون ومشتركون في هذه الجرائم، ولكن هي فقط لانتهاء مرحلة وفترة ومرحلة سابقة وغلقها، ثم البدء بمرحلة جديدة وانتهاكات جديدة ومشاكل جديدة ينتظرها العراق خلال هذه الحكومة. بموازاة الحديث عن الأمور والجوانب السياسية في العراق، ماذا عن تصريحات الحلبوسي التي وصف فيها المغيبين بالمغدورين ممن تم خطفهم على يد الميليشيات قبل ما يزيد على 7 سنوات، وكيف تقيمون دور الحكومة والسياسيين عامة وخاصة سياسيين الممثلين للمحافظات السنية؟ حقيقة المغيبين المغدورين الذين اختطفتهم الميليشيات قبل ما يزيد عن 7 سنوات هم مأساة كبيرة ومستمرة على مدار هذه السنوات الماضية، وهي مؤلمة جدا. وللأسف المجرمون معروفون ومعلومون، وهناك عشرات أو مئات الناس الذين شهدوا بمسؤولية هادي العامري ومسؤولية قيس الخزعلي والفصائل الأخرى الميليشياوية التي غيبت آلاف الناس، معلومون ومعروفون. ولكن الغريب أن يخرج رئيس البرلمان ويصرح أن هؤلاء المغيبون والذين غيبتهم الميليشيات هؤلاء قد انتهوا وغدروا وانتهى ملفهم، تصريح غريب. لم يكمل رئيس البرلمان ماذا يجب عليه وما هو الدور الذي يجب عليه البرلمان وغير البرلمان والحكومة. هم لن يحاسبوا المجرمين ولم يحاكموهم، وإنما هناك مكارم حصل عليها المجرمون الذين غيبوا هؤلاء الناس، فكان لزاما على الحكومة وعلى المسؤولين والسياسيين من السنة أن يتحملوا مسؤولية المغيبين، وإما أن يعلنوا أنهم عاجزون وأن هذه حكومات وعصابات مجرمة لا يمكن أن نأخذ منها حقوق المغيبين وينسحبوا مما دخلوا فيه، أو أنهم مستمرون في هذه السلطة وفي هذه المسؤولية فهم مشتركون في هذه الجريمة، لأن التواطؤ مع المجرم والتستر على المجرم ودعم المجرم والمشاركة في دعم ميليشيا الحشد الشعبي التي هي المسؤولة أولا وآخرا عن المغيبين، هم هؤلاء سواء السياسيين السنة أم غير السنة هم الذين دعموهم، هم الذين شرعوا قانون الحشد الشعبي، وهم الذين يسمحون لهم بالتمدد في المدن العراقية، فإذا هم مشتركون جميعا في جريمة تغييب العراقيين، آلاف العراقيين الذين أهلهم وذويهم مكلومون ولا يعرفون مصيرهم. ليس بعيدا عن قضية الانتهاكات في العراق، بما تفسر عودة ظاهرة استهداف المساجد بالحرق والاعتداء في بعض مناطق العراق ولا سيما في محافظة أديال؟ حقيقة ظاهرة استهداف المساجد والاعتداء في محافظة أديال هي أصلا تجري على يد الميليشيات، والميليشيات هي منذ عدة سنوات تقوم بتهجير أهالي أديال، هذا التهجير تهجير ممنهج طائفي محموم، وكلنا سمعنا اعترافات ميليشيا الحشد الشعبي عناصره عندما كانوا يصرحون بأنهم يأتون بأناس مجانين ويلبسونهم أحزمة ناسفة ثم يفجرون يجعلوهم في أماكن يفجرون أنفسهم، ثم عن أثر ذلك يهجمون ويهجرون قرى ومدن بعينها. فإذا صناعة الإرهاب هو من قبل هذه الميليشيات، وهناك أديال الآن هي تحت نظر الولي الفقيه الذي يسعى بكل قوة لتغيير التغيير الديمغرافي في محافظة أديال. من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.